اسمي رشدة، أنا من مدينة الحسكة، أشتغل لما أجيت على مشفى رأس العين مشان مساعدة المدنية اللي جرحى بسبب الاحتلال التركي فات على مدينة رأس العين. قام بقصف المدنية بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة منها المدافع والطيران. نحن بحاجة ماسة إلى كافة أنواع الدعم من طبية أو أي شيء آخر. من 5 أيام قام الاحتلال التركي بالقصف في مدينة رأس العين، كمان قصف سيارة الإسعاف ومنع دخول أو خروج أي أحد منها. بدنا مساعدة من كافة الدول مشان أطباء والأدوية، مشان موضوع احتلال تركي هو ما قام يكتفي إنه بالمناطق الحدودية بس، هو قام بقصف مدينة الحسكة مكان المياه وقام بقطع المياه أيضا. جنجيانا أسادي، جنجيانا أسادي.